السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ راكم ملاح. جيتكم وصفة من وصفات عيد الأضحى اليوم، عبارة عن بوزلو في الفرن، يجي محمر، يجي شباب، يجي خفيف، ما فيش اللي دام. والله لبنة تاعه هايلة. نبدأ على بركة الله، نجيبو بوزلو في تاعنا، نجيبو نحطو الزيت الزيت على نديرو في الكفلة السنيوة تاعنا، ونجيبو البوزلو تاعنا، قطعة من البوزلو نحطهم كيما هكذا هكذا، نكونو شوطناهم درناهم في الماء وبصلة في القدرة غلاو، ومن بعد صفيناهم. شغل كي نحو داك الشعر نغلوهم في قدرة وبصلة باش نحطلهم داك ريحة الشواط، ولا لي سلخة عادي. نحطو هذوك القطع تاعنا كيما هكذا هكذا، نجيبو البصل تاعنا، البصل كونو رابينا نص حبة تاع بصلة معاها سنة تاع ثوم، كونو رابيناها هكذا. نجيبو هذيك البصلة نديرو معاها ملعقة تاع موطارد، نخلطوا البصله مع الموطار، نحاولوا نخلطوا ديك البصله مع الموطار كيما هكذا، ونطلوهم فوق البوزلو تاعنا عادي. نحاولوا نطلو داك البوزلو تاعنا بديك البصله والموطار كيما هكذا البصلة تعطي نكهة شابة للتحمار في الفرن، وقاعدة تعطي نكهة خاصة مع الموطارد كيما هكذا. ودائما الموطارد نستعملوها في اللحوم، تقلع على هذيك البنة تاع الشحام وكاع، ومن بعد تعطي بقو شباب للحام للبوزلو في أي حاجة. نجيبو داك القصبر تاعنا نديرو كيما هكذا هكذا فوق داك البوزلو تاعنا، وهذيك البصلة اللي بقات نديرو معاها هذاك القصبة اللي راه عندنا باش نخدمو صلصالة. هذيك البطاطا اللي عندنا كذلك نديروها شوية ملح، البطاطا هذي اللي عندنا نديروها شوية ملح هكذا، نحاول نديروها شوية ملح ونحطوها في السنيوة تاعنا. انا كنت نقيت جوج حبات بطاطا، نتوما نقوا على حسب العائلة، كل واحد ينقي على حسب العائلة تاعها كيما هكذا. صاين اكتفيت بهذو القطع تاع البطاطا، ما بغيتش نزيد، اكتفيت بهذو هكذا تاع السنيوة. نجيبو الان الصلصه تاعنا نخدموها، اللي غادي نسقو بها هذا السنيوة تاع البوزلو. اول حاجه نجيبو هذيك اللي قلت لكم البصله والمعدنوس والقزبر عفوا، نجيبو نص ملعقه تاع اللحم، نص ملعقه عطر من اللحم، كذلك فلفلة حمراء او فلفل احمر، هذا باللغة العربية باش يفهموني اخواتي تاع المشرق العربي. نجيبو هذا كيري اللحم ونديرو شوية سكنجبير نجيبو شوية فلفل أكحل أو فلفل أسود كيما هاك، نجيبو شوية خرق وشوية هذا نوع تاني من الكي نوع من الكيري ثاني كنديره، نجيبو شوية كركم هذا الأصفر، ونجيبو كمون هكذا، ونجيبو شويه فلفل عكري حار، شويه فلفل عكري حار غير فقط فتيته برك ماشي بزاف، بس كل اللي عندها الاولاد ما نقدرش انا ولادي ياكلوا معايا كشغل ما نكترش الحار، بصح اللي حبها حار يزيد، وشويه راس الحانوت فقط، راس الحانوت
نخلطوا هذيك هذيك العطور هكا، نخلطوها مع هذاك هكذا. نجيبوا تانيك ملعقه كبيره من طماطم مصبره، ماشي معمره كاع، غير شويه، ماشي حتى تعمر المغرف، غير شويه. الحبيبات بعد ما هكذا فرشناهم، نديروا لهم شغل هكا ثلاثه تاع فصاص تاع جوا تاع حار فلفل حار، ونجيبوا هذيك اللي درناها كيما هكا شرموني، هذيك خلطوها مليح مليح مليح، نضيفوا لها كاس تاع ماء، كاس تاع ماء كيما هكا. حاولوا نحلوها مليح مليح هذاك الماء، خاصة انا شويه ما باسكو جاتني شويه ثقيله كيما هكذا. ديروا نتوما كاس ولا كان خاصكم تزيدوا على حساب السنيوه، نفرغوها على هذاك السنيوه هكذا. وريق الماء تاعها يوصل لكم في النص كيما هكا. ديروا زوج كيسان على حساب السنيوه، الا كانت سنيوه صغيره ديروا كاس. ندخلوها ندخلوها للفرن، خلوها طيب مليح مليح درجه هاديه. كي نحسو هو راه طايب دروك، طايب الماء والملح والبصل على الساعه، غادي غير زيدي طيب شويه وزيدي حمرة. طيب نص طياب، خاصها طيبه باش يطيب كامل. ندخلو للفرن، نخلوه درجه الحراره تكون قليله حتى كيطيب. نتلاقاو ان شاء الله. حبيتي نسيتكم حاجه، رشيت عليه شويه ملح، رشيت عليها شويه ملح، ولا ديروا في الخلطه ديروا فيها ملح، انا نسيت درتها من بعد. ودخلوا للفرن مدة ساعة ساعة ونص حتى اللي يطيب. نتلاقاو ان شاء الله كي يطيب. بعد ما طاب راه طاب لنا غاية، جا مجمرة، شوفوا شوفوا طايب وكاع. قدمناه مع هذيك البطاطا، شوفوا كيفاش كي طايبة على ما يجي خفيف، ما فيه لا ليدام لا والو، لا صوص تاعه جاية ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعليم تعجبكم حبيباتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد حبيباتي. وحبيباتي اللي عم يشاهدوا فينا وما شاركوش القناة، نتمنى قدموا اشتراك تاعهم، وشكرا، والى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.